اولا نقدم لكم سي ناسي محمد الجزار عامل اقليم حسين شرفنا على سي منير وكيل عام محكمه الاستئناف. جينا عندكم باش نعبر لكم بعد كذلك على اننا منزعجين من هذا الشيء اللي حدث اليوم بخصوص هذا الموت ديال هذا الاخ مسكين سي محسن والوفاه ديالو والظروف والملابسات ديالو. وحنا كذلك كنبلغوا التعازي. حنا كذلك كنبلغوا التعازي للاسره ديال هذا الفقيد وليكم كاملين الساكنه ديال مدينه الحسيمه. واللي بغيت نوصل لكم على انه اتخذت اجراءات اداريه بلغون بها المصالح ديال الصيد البحري وانه تم التوقف على العمل بالنسبه للمندوب ديال الصيد البحري وغدا غادي يكون هناك مندوب بالنيابه ديال الصيد البحري. كذلك غادي يكون هناك تحت اشراف ديال النيابه العامه والسيد وكيل العام هو يقول لكم نفسه سيتم اجراء بحث دقيق وشفاف. وكذلك غادي تكون التبعات ديالو ضمان الحقوق ديال كل واحد كيحس على انه عنده الحق في هذه القضيه هذه. والاخوان اللي هما كاينين هنايا راهم متبعين وغادي يتبعوا ولا بغاو ما كاين حتى مشكل. حنا منخرطين معاهم واحد المجموعه فيهم مع السلطه المحليه مع السلطات اللي كاينه في المدينه نتبعوا هذا الوضع كاملين باش يوقفوا على الحقائق اول باول ويكونوا حتى هما يعني مطمئنين على انه البحوث خدات المجرى ديالها والقانون غادي ياخذ ان شاء الله. حنا في دوله الحق والقانون وهذه المدينه الابيه هي مدينه في قلب جميع المغاربه ومدينه عزيزه على سيدنا الله ينصره. لذلك حنا ما يمكنش على اننا نسمحوا على انه ما يكونش هناك تحقيق نزيه ما يكونش هناك بث في هذه القضيه. غادي هذا الشيء غياكدوا لكم السيد الوكيل العام. كما قال السيد العامل ليكن الكل مطمئنا وعلى يقين تام بان القانون سياخذ مجراه وان البحث سيكون دقيقا ومعمقا وان حتى شي اجراء قانوني ما غادي يكون الاغفال عنه ليطمئن الجميع. هذا اللي غادي نقولوا حنا كنتحملوا المسؤوليه ديال الضمانات هي القانون الضمانات هي البحث الشامل الدقيق هذه هي الضمانات. كما قال السيد العامل نحن في دولة الحق والقانون.